باشمهندس احمد، الصوت عند حضرتك بس مقفول. وسلام. اتفضل يا باشمهندس احمد، احنا بدأنا. قول خلاص بدأنا. اتفضل اتفضل بدأنا. السلام عليكم، سامعني كويس؟ اتفضل يا باشمهندس، اتفضل اتفضل. لازم تتفرج على حضرتك على زوم وعلى فيسبوك. انا احمد ربيع، مهندس ديكور ومصمم وخريج فنون تطبيقيه زي ما انتم عارفين. احنا النهارده هنتكلم، طبعا انا مبسوط ان انا موجود معاكم على استوديو ريسيرش 4، واتاحت لي الفرصه الجميله ديت ان احنا نقعد نتكلم عن علم الديكور. ايه هو علم الديكور؟ علم الديكور هو حاله، ازاي احط العميل بتاعي في حاله، ازاي احطه في مجال ان هو يكون مبسوط، وان هو مين فينا ما قاعد في بيت ليفنج او غرفه نوم وبيحس ان هو مبسوط فيها. مين ما اتصلش بواحد صاحبه وقال له انا مبسوط جدا ان انا قاعد في مكان، في كافيه او في مطعم، وحاسس ان الاتموسفير اللي انا قاعد فيه مشجعني ان انا قاعد مبسوط او باكل حلو. الديكور بيشتغل على الخمس حواس، ازاي ان انا اكون بارع جدا في الخمس حواس ان انا اوظفهم فعلا في علم الديكور. ازاي ان انا اكون بتفرج على مناظر وكادرات جميله جدا، وان انا فعلا اللوحه جميله او كنبه جميله او كادر جميل في ليفنج روم او صالون. ازاي ان انا من عناصر جميله في الهوم اكسسوارز، ازاي احسسك بالموسيقى في الحاسه السمعيه، عن طريق لوحه، عن طريق موتيف او اله موسيقيه او لوحه معبره عن حاله فيها موسيقى. ازاي العب كمان على الحاسه بتاعت التذوق كمان. انا ممكن ان انا في المطاعم والفاست فود والمطاعم الكلاسيك والمطاعم اللي فيها قعده طويله والمطاعم اللي احنا بنعمل فيها ميتنجز، ازاي ان انا احس اعمل اكل مختلف وانت قاعد في ديكور حلو. يبقى الديكور هو حاله، ازاي اوصلك ان انت تتحرك من مكان لمكان في احسن حالاتك، ازاي تكون في حاله جميله من الحالات دي. طيب انا ازاي ابتدي ديكور، ازاي ابتدي تصميم الديكور؟ احنا كل اللي موجودين معانا دلوقتي متخصصين او دارسين وعندهم نبذه عن علم الديكور وحابينه. احنا درسنا كلام عملي نظري كتير، احنا الكلام العملي، ازاي ان انا على مساحه او قاعد مع عميل، ازاي ابتدي علم ديكور، او ازاي ابتدي تصميم ديكور، او ازاي اوصل العميل للحاله ديت. اول حاجه ان انا بقعد عندي فلسفه كده في ال 12 دقيقه، العميل لازم اقعد اتكلم معاه في مواضيع شخصيه ومواضيع حياتيه لمده حوالي من 10 ل 12 دقيقه. ليه؟ عشان احسسه بالراحه، عشان احسسه ان هو مستريح ان هو يتكلم معايا، مش الموضوع فورمال قوي، لان انا لازم اتوغل في حياته، لازم اكون لامس حياته الشخصيه، لان هو ده اللي بيساعدني ان انا لما اخد جزء من حياته الشخصيه اعرف النيدز بتاعته، ولما اعرف النيدز بتاعته ابتدي اعرف اصمم صح. ولازم يكون الديكور عندك بصمه ليه. ازاي عندك بصمه ليه؟ ما ينفعش ان انت العميل يقول لك انا عاوز انا عاوز انا عاوز انا عاوز انا عاوز، وتقول له حاضر 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 حاضر. ما هو ممكن هو طلباته كتير، او طلباته قليله، او مش عارف، او طلباته فيها حاجات مش راكبه على بعض. هو في الاخر هو عنده نيدز، انا باخد النيدز ديت بتاعته واخد احتياجاته وابتدي افنطها واحط بصمتي الشخصيه في التصميم عليها. ابتدي التصميم ازاي؟ بعد ما اخلص ال 12 دقيقه او ال 10 دقائق ان انا اتكلم، ابتدي امسك ورقه وقلم وابتدي اوجه له شويه اسئله، زي ايه اللي بتحبه؟ موسيقى، رياضه، الوان. واخده من موضوع لموضوع، من موضوع لموضوع. انت بتحب مع اولادك تعملوا اكتيفيتيز ازاي؟ انت بتحب مع مراتك تعمل ايه؟ وتبتدي تشوف المواضيع الحياتيه اليوم بتاعه ماشي ازاي. لما بتوصل لمرحله ان انت تتوغل شويه في حياته، فبتبتدي تجمع معلومات وتكتب نوتس. انت هتوصل لمرحله ازاي ان انت تتعامل مع الحاله بتاعته. بعد كده تعمله برزنتيشن
عنك وعن شغلك وعن المدارس التصميميه المختلفه. فيبتدي هو داخل لك بفكره ما، مثلا هو بيحب الكلاسيك، ابتدي اطلع شويه صور عن الكلاسيك والنيو كلاسيك والكونتمبري والمودرن والالترا مودرن، وابتدي افرجه على مدارس مختلفه جدا من المواضيع دي. ده بيعمل معايا ايه؟ بيعمل معايا ان هو جايب فكره متعود عليها، جايب فكره قديمه هو واخدها. فانا لما ابتدي اديله برزنتيشن واديله اعرفه عن المدارس التصميميه الاكتر، بفتح معاه افكار اكبر، علشان احساسي انا في علم التصميم والخبره بتاعتي والعلم بتاعي يحاول انقله له. لما بنقله له بوصل لمرحله ظريفه جدا، ان هو بنوصل لنقط مع بعض، بيقول لي دي عجباني او دي مش عجباني، او انا مستريح لديت، او الله دي فكره جديده غريبه. دايما اي واحد بيلجأ لمهندس الديكور هو عايز فكره غريبه وجديده، لان هو لو عايز يعملها لنفسه مش هيلجأ لمصمم ديكور. فهو عايز في الاخر نوفر له الراحه، وفي نفس الوقت نوفر له افكار جديده، وطبعا ما ننساش البادجت، ان هو في الاخر تبقى الموضوع مش كل ديكور شكله جميل، يعني معنى ذلك ان انا بدفع فلوس كتير عليه. لما انا بقعد مع العميل وبقعد اتكلم معاه بالطريقه ديت وباخد نوتس منه، يبتدي العميل يحس ان هو بيتعامل مع الشخص الصح اللي انا اخترته صح، ان انا يعمل لي بيتي وحياتي. لان هو في الاخر البيت والديكور هو بيعبر عن شخصيه المهندس الديكور، وبيعبر برضه عن شخصيه العميل. هي عامله زي الترزي، العميل جايب لك قماشه شكلها جميل جدا، وانت بتفصلها بالظبط على العميل، فانت الديكور لازم تفصلها بالظبط على العميل. لما باخد كل المعلومات ديت وببتدي فيها، ببتدي بعد كده امسك السكتش وابتدي اشوف المساحه اللي عنده واحتياجات الاسره فرد فرد ايه، وابتدي اوقعها البلان. واهم ما في الموضوع هو رسم الكتل. لما ابتدي ارسم الكتل واحط النسب، وده مهم جدا، النسب احنا في ناس كتيره جدا عندها مشكله في موضوع النسب. النسبه هنا لازم اكون عارف ارتفاع السقف، عروض الحيطان. لما يكون عندي البلان وانا برسم عليه، لازم اكون براعي الاول الكتله والفراغ وممرات الحركه. الشباب عندي لما انا بنقعد نتناقش في رسم جديد، اقول له اطفي النور جوه دماغك وابتدي اتفرج على البيت، غمض عينك وتخيل مع العميل البيت اللي انا بصممه او المطعم او الكافيه هصممه ازاي، هطلع بيه ازاي، انا ايه المدرسه التصميميه اللي انا حاببها فيه، الشكل عايزه يطلع ازاي. لازم انت اللي تعرض على العميل افكارك وهو بيعرض احتياجاته في نقطه بتوصلها للنص، لكن هو لو قال افكاره وقال احتياجاته في الاخر انت ما عملتش حاجه، ما طلعتش ابداع من الفكره. لما بمسك البلان وببتدي ارسم الكتل واحتياجات العميل كنسب معماريه، وبعد كده كنسب فرش، ممرات حركه، ايه اللي هتشنكل فيه وانا ماشي، لو النور قطع فجاه ايه الطوارئ اللي هيحصل، لو عندنا اطفال، لو عندنا سلم، ايه الاحتياجات بتاعه العيله من الليفنج روم والصالونات. اساله على ضيوفك عددهم كام، بيجوا كتير، لو في غرف للضيوف، كل ده بيساعد في الاخر ان انا ارسم كتله صح. لما ارسم كتله صح برفع بعد كده علاقه الحيطه بالفراغ بالكتله بالفرنتشر. على فكره الديكور والفرش جزء لا يتجزا من بعض، وهما الاثنين مكملين لبعض، مش ان هما بتشوف حد عمال يرسم حيطان شكلها حلو وبعد كده يبتدي يحط الفرش. الكلام ده بيديك في الاخر نتيجه اصل ولزم. انا لازم احط الفرش وشكل الفرش والوانه ده اللي هو المود بورد، واطلع منه الديكور. الديكور هو المدرسه بتاعتك، الديكور بتاعك عباره عن حيطان واسقف وارضيات، الثلاث مساحات الكبيره في الفراغ، وبعد كده الكتل والمكملات. الكتل والمكملات في النسبه هنا لازم تكون صح، مقاس الترابيزه صح، مقاس الكنبه صح. لو انا عندي حيطه 4 متر وعايز احط فيها كنبه، هل احط فيها كنبه كبيره 22 32 42، هي 2 سيترز 4 سيترز، هل احط فيها كرسيين وترابيزه؟ في الاخر لما انا بحط الكتله في الاول، ببتدي احط لو عايز احط بانوهات، لو عايز اعمل علاقات ما بين ان دايركت لايت ولا لايتنج في السبوت لايت، هيتوجه ازاي؟ نوع الاضاءه، كل الاسئله ديت لما بسال نفسي عليها وانا قاعد بصمم للعميل،
بيخليني اوصل لنتائج فعلا حلوه، ان انا عايز شغل متكامل في النسب. براعي بعد كده لما بوصل لمرحله ان انا حاطط فرش صح في اماكن، في الاماكن بتاعته الصح، زي ما احنا شايفين دلوقتي انا عندي 11 كانتري ظاهر. انا مش سامع صوت. الو يا الو باشمهندس، ايوه يا باشمهندس، سامعني؟ انا سامعك بس سامعني. اه تمام. مثلا ده ليفنج كانتري ستايل، فهو مدرسه تصميميه منفرده. لو خدت بالك، لو انا عندي علاقه ما بين الدفايه والتلفزيون لو حضرتك بتشير سكرين او والحركه، كل ده انا براعيه في التصميم. لو حضرتك عندك، عملت شير سكرين. طب هو مش شغال، ممكن حضرتك تتأكد منه؟ إيه، تمام كده صح؟ كده؟ اه تمام، اتفضل باشمهندس. ده ليفنج روم كانتري ستايل، فهو مدرسه منفرده. وانا برفع التصميم هنا مراعي ممر الحركه ما بين الدفايه والركنه والترابيزه، وهتحرك ازاي، علاقات الكهرباء، علاقات الهوم اكسسوارز، الزرع، التلفزيون اشوفه ازاي. كل العلاقات ديت لما بتكون مكتمله في نسب صح، وانها فعلا مراعي المساحه معاها، هو ده اللي بيخليني فعلا مطلع كتله وفراغ حلو. لان احنا في الاخر اي حاجه هي كتله وفراغ، حتى اللوحه هي كتله وفراغ، الحيطه هي الفراغ. التصميم عباره عن لوحه جميله متكونه من 3 عناصر: فريم وباك جراوند وموتيف. انا عايز اظهر ايه؟ ايه الكتله او ايه الفراغ او ايه الباك جراوند او ايه الفريم؟ جماله عامل ازاي عندي؟ ممكن تكون عندي الباك جراوند بسيط جدا، بس انا عندي موتيفه عايز اظهرها شكلها حلو جدا. يعني لو خدت بالك، اول حاجه بتخطف عينك هنا في الليفنج دوت راس الطور. انا عايز اظهر في الدفايه ديت راس الطور. احساس مهندس الديكور ان هو عايز يظهر حاجه معينه، هو ده بيخلي الموضوع فيه تكامل اكتر. طيب ما انا ممكن اكون عندي حاجه جميله، مثلا باك جراوند ورق حائط شكله حلو. معنى ذلك ان انا لو حطيت مع ورق الحائط اللي شكله حلو ده موتيفه قدامها، واو، هي كمان، فالاثنين شوشروا على بعض. هو ده علاقه النسب. هو علاقه ان انا لازم اكون وازن التصميم بتاعي، ان انا احس بالموضوع شكله عامل ازاي. يا معايا بس في صوره تانيه هنبص عليها. ده ريسبشن مثلا بشكل تاني. نسبة الكنبة مع الفروستد ميرورز مع نسبة الكراسي بتخليك تحس براحة ان انت بتتفرج على المساحة بشكل جميل متكامل. نسبة النجفة، الإضاءة، انا عايز انور ايه، يمين ولا شمال؟ هل المراية المفروض ان انا اكون بنسبها ديت الضخمة ديت اشوف نفسي فيها، ولا احنا عاملينها شكل لمجرد انعكاس للشكل الكنب ومهدي احساس عمق كمان للريسبشن. ده برضو شكل جميل. نبص على حاجة تانية. دي غرفة نوم. نسبة السرير، نسبة اللوحات اللي ورا السرير، الاندايركت لايت، الإضاءة اللي نازلة من السقف،
الستارة، كل النسب ديت انا براعيها وانا بصمم. ودلوقتي مثلا الكومود مثلا اعلى من قاعده السرير، ده مقصود؟ اه مقصود. انت من حقك وانت بتصمم ان انت برضو تاخد افكار غريبه، انا عايزها تحس ان انت حضنه جنب السرير. في الاخر لما انت بتحط احاسيسك وحالاتك في علم التصميم، بتوصلك لمرحله ان انت تكون مبتكر، بتوصلك لمرحله ان انت تاخد افكار اغرب، وتاخد كل مدرسة تصميمية وتبتدي تعالجها بطريقة مختلفة وتحط فيها أفكار أغرب. عندي هنا في المكتب دوت العيب اللي ما تقدرش تخفيه اظهره. عندك في كمر في السقف، الكمر اللي في السقف ده انا عالجته بالنسب، عالجته في الاخر ان هو بقى كانه جزء لا يتجزأ من الديكور على الرغم ان هو مفروض عليا. ده برضه ليه علاقه بالنسب، نسب المكتب، نسب باب الحمام، نسب الدخول، وحدات الاضاءه، عرض المكتب من عرض فراغ المكتب، كل الكلام ده بيساعد ان انا ادي نتائج صح. ده بان موضوع النسب. نيجي نتكلم في موضوع الالوان. انا دلوقتي بعد ما خدت افكاري مع العميل وابتديت احط الكتل والمدرسه التصميميه والنسب اللي احنا كنا بنتكلم فيها، عايز اخد الوان واعرض على العميل الوان ان احنا نتفرج عليها، وان انا اقول له ايه انسب الوان للعناصر دي بتاعت التصميم ده. الالوان في الناس، بالنسبه للناس المبتدئه او الناس اللي لسه بتصمم لاول مره، خلينا في المضمون شويه لغايه ما نتعلم. في عندنا عجله الالوان. عجله الالوان بتنقسم لالوان بارده والوان سخنه. ايه هي الالوان البارده؟ زي الازرق والاخضر ودرجاتهم، والالوان السخنه زي الاورنج والاحمر والاصفر، كل دي الوان ناريه وسخنه. سايكولوجي الالوان، اللون بيساعد على الحاله المزاجيه بالسلب او الايجاب، وبيساعد كمان على الحاله النشاطيه. يعني انا لو انا حطيت لون احمر في غرفه نوم هيخليني مش ريلاكس، وهيخليني هايبر، وهيخليني انا مش عارف ان انا ابقى مستريح اكتر. يبقى اذا في الوان لكل حاله مزاجيه، وفي الوان كمان للاريحيه وللمساحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لو انا جاي من الشغل تعبان وعايز ادخل اوضه انام، فلقيت ان انا عامل في غرفه النوم لون اصفر ولون احمر والوان كتيره كده صاخبه، هل ده هيحسسني بالراحه او هيحسسني بالهدوء؟ لا، هيحسسني ان انا لسه في حاله نشاط. ما حسسني في حاله نشاط، يبقى انا فقدت مصداقيه اللون او احساس او وظيفه اللون او السايكولوجي اللون عليا. يبقى اذا في الوان تتناسب مع غرفه النوم عشان تحسسك بالهدوء، فاحنا ساعتها نستخدم الالوان البارده. والارث كالرز، الالوان البيجات والكافيهات والرماديات، ده بيحسسك بالهدوء، فانت بالتالي عايز تحس بهدوء اكتر. نيجي في المناطق، المساحات اللي فيها مثلا انشطه زي الجيم، زي منطقه البلياردو، زي منطقه اطفال، زي منطقه اللعب، زي شويه منطقه فيها حاله صاخبه، فانا ما فيش ما يمنع ان انا عايز احط لهم الوان تتناسب مع الحاله ديت بالاصفر واحمر، وخلط ما بين الالوان ديت علشان احلل الحاله المزاجيه بتاعتك واخلي النشاط بتاعك يزيد على دوت. تصميم الديكور وعلاقته بالالوان مهم جدا جدا، لان اللون في الاخر هو اللي بيظهر الحاله البصريه والحاله بتاعت كل كتله وكل عنصر من اللون. في من ضمن الحاله بتاعت الالوان، خلينا نجيب حاجات للون.
دي عجله الالوان، دي الالوان البارده والالوان السخنه وعلاقتهم ببعض. مهم جدا نتعرف على درجات الالوان والموضه بتاعه الالوان، لان كل شركات الدهانات بتستحدث الوان جديده ولكن ما بتخرجش من عجله وتصميم عجله الالوان. ده هنا بيظهر عندنا الصور ظاهره. محمد الصور ظاهره؟ ايوه تمام يا باشمهندس. بس هو لو ممكن حضرتك تشيل بس تمام كده ظاهرة؟ اه تمام. في عندنا الأحمر الطاقة والعنف والشغف والحاجات الهايبر، ده السايكولوجي بتاعة الألوان، ودي هناخدها بالتفصيل في علم الطاقة لما نتكلم على المحاضرة اللي بعد كده إن شاء الله في علم الطاقة، هنبتدي نتكلم عنها بالتفصيل. في لما نستخدم في عجلة الألوان في المونوكروماتيك، لما اكون بصمم في المونوكروماتيك ان انا بستخدم لون واحد بدرجاته في تصميم درجات الالوان زي ده، ان انا اصمم بازرق ودرجاته، اخضر بدرجاته، بني بدرجاته، ده اسمه المونوكروماتيك. وفي وفي ان انا استخدم اتنين لون، واحد سخن وواحد بارد، وده بيحصل تضاد، كل لون بيظهر التاني. بمعنى زي دوت، انا استخدمت احمر واخضر، ازرق واورنج، تركواز واورنج، ده بيظهر التضاد في الالوان. في عندنا بعد كده ان انا استخدم من عجله الالوان ثلاث الوان جنب بعض، زي البنفسجي والازرق واللبني، زي الاصفر والاخضر بدرجتين، زي الاحمر والاورنج والاصفر. ده برضو لما اكون ببتدي استخدم واكون بادئ في تصميم الديكور ممكن استخدم دوت، ويكون اسهل لي لغايه ما اتعود وابتدي ابتكر انا درجات الوان وعلاقات مع بعض تكون مريحاني ومريحه العميل، تكون مدياني فكره، تكون محسساني بفكره. في نقطه مهمه جدا في موضوع الالوان، ان وانا ده برضه هنتكلم فيه في علم الطاقه، اتجاه الغرف واتجاه البيت. لو انا البيت بتاعي شمال شرق او جنوب غرب، ولو الشمس داخله البيت بشكل كبير او داخله غرفه النوم بشكل كبير، فانا لازم استخدم الوان اهدى وبارده شويه علشان تعمل تضاد من كميه الحراره اللي داخله من الشرق. ولو انا في الجنوب او في الغرب ابتدي اخد الوان شويه سخنه علشان تساعد في ده، ان هو تزود ده. في نقطه كمان على ان اللون متغير على حسب كميه ونوع الاضاءه اللي نازل عليه، فانا بنصح مثلا ان انت لما تيجي تكون عاجبك درجه لون وشفته في مكان ما، او شفته في كارتيلا، او رحت شفته في محل دهانات، لازم تاخد منه عينه وتروح تدهنها على الحيطه اللي انت هتعمل فيها درجه اللون دي، لان الاضاءه اللي انت هتستخدمها واضاءه الشمس والنور الطبيعي اللي داخل الفراغ دوت من المكان دوت هيغير من طبيعه اللون. اوريدي نسبه امتصاص الاضاءه بتاعه درجه اللون بتختلف من شركه لشركه، وبتختلف من نوع لنوع في الدهانات، وبتختلف من فراغ لفراغ. فانت ممكن تكون واقف في محل وشايف درجه لون واو عجبك جدا وشايف ان هو رائع ومتفاعل معاه جدا، وفي الاخر لما تيجي تحطه في الاوضه بتاعتك او في الليفنج تلاقي ايه ده، اللون اختلف كده ليه؟ او العميل يقول لك مش هو ده اللون اللي احنا اخترناه. علشان تبقى فعلا عارف وفاهم ان اللون ده طبيعته عامله ازاي، روح حطه وشوفه بالنهار وشوفه بالليل. بالنهار هتشوفه في الاضاءه الطبيعيه، وبالليل هتشوفه على حسب السبوت اللي انت هتحطه، حسب الاناره اذا كانت ابيض او اصفر، على حسب احتياج العميل هتشوف درجة اللون اختلفت ازاي. ده هيساعدك ان انت تختار درجة لون صح. في قاعدة ظريفة جدا في موضوع الالوان اللي هي 60-30-10. ايه هي 60-30-10؟ يفضل ان انا اخد لون حيادي، علشان صعب قوي ان انا استخدم الوان صاخبة طول اليوم في الاماكن. فال60 هي لون حيادي.
اللون الحيادي دوت زي درجات البنيات، زي البيجات، زي الدرجه الجريج، اللون الحيادي دوت بيظهر جمال العناصر اكتر لما انا اكون عندي لون بحبه اخليه هو في مساحه ال 30. يعني ان انا خدت مثلا درجات بيجات وانا حابب درجه من درجات البنفسجي، فانا خدت 30% درجه من درجات البنفسجي، هل ده بالنسبه لي كافي؟ لا مش كافي، لان انا لسه عندي 10% تنويع في درجات الالوان عن طريق الهوم اكسسوارز، وعن طريق الزرع، وعن طريق الطابلوهات، وعن طريق السجاد. في حاجه كمان انا بفضل ان انا اعملها وغريبه، العين بتوصل الالوان. العين لما بتبص على اللون بتبص عليه في منشور كده، فبتوصل الالوان اللي متصله ببعض. فانا لو انا عندي سجاده فيها احمر، وعندي ستاره فيها احمر، وعندي صوفه فيها احمر، فبلاقي العين وصلت الثلاثه ببعض، فبالتالي ما شافتش جمال الحاجه. فانا لما اكون عندي اللون الحيادي هو اللي بيحتوي كل درجات الالوان او كل التصميم، وابتدي انوع في الحاجات اللي انا بحبها على الكنب وعلى الكراسي والكلام ده، بيديني كادر في الاخر بصريا موزون. يعني لو انا عندي كنبه بيج وظهر الحيطه مثلا رمادي، اثنين درجات حيادي، اما انا حاطط كوشنز او مخده شكلها جميل وفيها درجات تطريز حلوه، واخد مثلا سجاده فيها باترن خفيف، واخد ستاره درجه لونها مختلفه او متقاربه مع درجه السجاده، بس الاثنين مش مفهومش نفس الموتيفات علشان العين ما توصلهمش. ده بيوصلني ان انا في الاخر بوصل لكادر شكله حلو. لو احنا شايفين كده في المكتب عندي، انا ممكن اوريكم حاجه في كادر، لو الشباب شايفه انا ممكن اشرح ده. محمد شايفين الكادر ده؟ اه تمام يا باشمهندس. لو خدنا بالنا ان الحصان، عندي حصان وعندي نجفه ودلايه وعندي كنبه وعندي راس انسان وعندي ترابيزه وعندي بانكت وعندي كورس وعندي كرسي ريكلاينر. وانا ممكن استاذن حضرتك يا باشمهندس نقفل الشير سكرين علشان الصوره تكبر بس يعني للناس. كده كويسه؟ اه تمام كده. لو بصينا على الكادر دوت هنلاقي ان شويه فيه، ان درجه الارض فيها باركيه جريج، الحيطان رمادي، الكنبه جريج برضو، في مخدات متطرزه وفيها الوان. هنا العنصر بتاع ده، وده انا هشرحه بعد كده، لان هنا ليه علاقه بعلم الطاقه والتوزيع بتاع العمق بتاع الحصان واللوحه. انا بحاول اخلي الكدر مريح نفسيا وعصبيا للي قاعد فيه، وحاسس ان هو قد ايه ان هو قاعد قاعده مريحه ما بين اللوحه ووحده الاضاءه. ممكن تكون الصوره اصلا مش واضحه قوي، فانا ممكن هبقى انزلها شير لوحدها في المحاضره الجايه. وان انا لما ابص على الاكسسوار بتاع التمثال او راس التمثال مع علاقته بالنجفه، احس بالعمق، احس بالسحر، احس بالخيال. ده هنكمله في المحاضره اللي جايه عن علم الطاقه. ممكن نفتح شويه اسئله للتفاعل ونكمل. تمام، هنستقبل الأسئلة دلوقتي لو حد عايز يسأل. أنت الأسئلة هتظهر عندي مكتوبة يا محمد؟ لا أنا هقول لحضرتك الأسئلة أنا، بس هو في حد هو بيقول ممكن نتكلم شوية عن مدارس التصميم. ماشي. في سؤال، ممكن نطور أكتر في علم الألوان إزاي؟ بالنسبة لعلاقة الضوء بالألوان. ماشي. في سؤال بيقول لو عندنا غرفة مكتب يبقى أفضل ألوان ليها إيه؟
ماشي. هل في طريقة لتنسيق الألوان؟ الألوان مع كل فراغ. في سؤال، أنا شايف إن الكل مهتم شوية بالألوان. في بيقول امتى استخدم الإضاءة لون أبيض وامتى أصفر وامتى أدمجهم؟ واستخدام الألوان على حسب حجم الفراغ. طيب أنا شايف إن معظم الأسئلة بتتكلم عن علم الألوان. الألوان اختيار علم، درجاته يعني الألوان ودرجاتها وإزاي اختيارها، يعني ممكن ناخد المجال ده شوية نتكلم فيه. طيب نتكلم أكتر باستفاضة أكتر عن الألوان. كل لون اوريدي ليه نسبة شدة إضاءة وليه نسبة من امتصاص الإضاءة وعكسها. فبالتالي الشركات الكبيرة بتتعب جدا جدا، عندها ار ان دي، مراكز أبحاث لعلم الألوان ونوعية الدهان. فأنت المهم جدا إن أنا كراجل مصمم إن أنا أروح شركة زي يوتن أو جي ال سي، أروح أتعرف على نوعية خامات الدهانات اللي عندهم. لان انا لما اتعرف على ماتيريالز الخامه بعرف ببتدي افهم هي هتستخدم ازاي، سواء اندورز او اوت دورز، او في حاجات لامعه وفي حاجات مط وفي حاجات نص مط وفي حاجات 30%. فانت لما انا اتعرف على الانواع ديت عن قرب لازم اكون شايفها بعيني، ما تنفعش في الصور، ما بتظهرش في الصور، لازم اكون شايف عينات منها واكون حاسس بيها ومتفاعل معاها. انا الخامه لازم اكون انا حاسس بيها، لازم اكون مستمتع وانا بتحرك في علم الالوان وانا بنسق الوان. لان انا لو مش مستمتع وحاسس بالموهبه ان الالوان دي جميله جدا، ان انا امسك الوان بايدي واقعد اشخبط واقعد ارسم واقعد الون، ده بيخليني احس بالخامه، تاتش اند فيل. فالالوان لما بتتحط على الحيطان ويكون اولا بترجع كمان ذوقي مع ذوق العميل، وهنا يرجع النصايح. هل ان انا في اتجاهات مثلا ان اعمل حيطه لون وحيطه لون وحيطه لون، في عميل يقول لك لا انا عايز الحيطه دي والحيطه دي، انت لازم توجهه ان الالوان هوظفها لك ازاي على حسب الديكور وعلى حسب احتياج المكان. اشهر مكان احنا بنحب نلعب فيه في الالوان هو الليفل روم، لان هو مكان فيه نشاط. انا قاعد بتفرج على موفي، فانا دلوقتي في الاضاءه في الار جي بي ان انا اقدر استخدم اكتر من درجه لون، فده بيخليني اكتر من درجه لون للاضاءه، يخلي ان الحيطان عندي باكتر من درجه لون لنفس اللون. يعني انا لو حطيت الاضاءه ابيض، الإضاءة البيضاء بتحسسك بالبرودة، بتحسسك بالتلج. الإضاءة البيضاء الصاخبة هي بتحس دايما بنستخدمها. أنا عندي عميلة كانت مصرة ما بتعرفش تقعد في إضاءة صفراء، فمحتاجة بيتها كله أبيض، فأنت غصب عنك أنت مضطر إن أنت تستجيب ليها. ولكن الإنسان الطبيعي بيستريح في اليومنز الإضاءة اللي هي شدتها 3000، اللي هي الورم اللي إحنا، ليه بقى؟ لأنها دافية، خامه دافيه، بتحسسكش ان هي لما تكون الاضاءه بيضاء عليك وصاخبه بتحسسك ان انت عينك مفتحه بزياده، بتحسسك ان انت مخك شغال بزياده. فده بيبقى كويس جدا الاضاءه البيضاء في المولات التجاريه، في المحلات، ممكن في بعض اماكن المكاتب. في ناس ما بتحبش، انا واحد منهم، ما بحبش الاضاءه البيضاء في مكتبي، فبالتالي انا بستخدم الورم. لكن خلينا نشوف سؤال كده. ماشي، علاقة الألوان بالفرش. احنا دلوقتي الإضاءة البيضاء توظيفيا بتبقى في الأماكن العامة أو الأماكن اللي فيها ناس كتيرة، لكن الأماكن الخاصة أنت لو أنت داخل كافيه وإضاءته بيضاء أنت هتبقى قاعد مش مبسوط.
ليه بقى؟ لان انت هتحس بتوتر ان هو الاضاءه كتيره قوي عليك، بيضه محسسك ان الموضوع بارد، محسسك بالسقوعيه. فانت بالتالي انت عايز تبقى قاعد عندك احساس شويه بالدفء، فاحساسك بالدفء دوت بيرجع من شده الاضاءه اللي بتستخدم وتوظف من مكان لمكان. من ضمن علم الالوان ان انت لو خدت بالك كمان ان محلات الفاست فود هتلاقي الالوان واللوجوهات والديكورات بتاعتها احمر واصفر والوان ناريه. ليه؟ لان هو اولا عايزك تاكل بسرعه، مش عايزك تاكل ان انت مش قاعد قاعده مستريحه. تاني حاجه هو بيحسسك بالهايبر، فهو انت لما تكون في حاله نشاط انت هتاكل اكتر وهتبقى مستمتع بالاكل دوت، بس في وقت قياسي اقل. لو دخلت مطعم وتلاقيه معمول زي ايطاليان ريستورانت والكلام ده، لا هو عايزك تقعد قاعده مستريح اكتر، وقاعد قاعده ريلاكس وانت عندك ميتنج او قاعد قاعده ظريفه، فانت هتلاقيه بيستخدم الوان بنيات، هتلاقي شده الاضاءه اقل. لو المكان رومانسي اكتر فبيخفض لك الاضاءه اكتر. يبقى اذا علم الالوان وعلم الاضاءه الاثنين جزء لا يتجزأوا من بعض وما ينفعش نفصلهم عن بعض. زي ما اتكلمنا في حد سائل لما غرفه مكان المكتب والالوان بتاعتها، يفضل غرف المكاتب انت عندك ذوقين، وعندك ان انت الضيف اللي جاي لك والعميل اللي جاي لك لازم يكون مستريح. مش شرط المكتب لازم يكون فيه جزء من ذوقك لان انت اللي قاعد بتشتغل فيه، ولازم يكون فيه جزء من ذوق الناس. لان انت لو انت استقبلت عميل وانا مكتبي انا بحب الاحمر ولا الاصفر وقاعد ومبسوط بيه، والعميل اللون ده مش مستريح معايا، انت مش هتعرف تشتغل مع بعض. هيبقى هو قاعد بعدم راحه. فبالتالي انا محتاج احط ذوقي، وفي نفس الوقت العميل قاعد يكون قاعد عندي قاعده مستريحه. فيفضل ان تكون الالوان شويه ايرث كولرز. ليه؟ الايرث كولرز هي الوان مضمونه، الزيتوني، البيج، البني، الرمادي، الجريج، النبيتي، كل الالوان ديت الاختلافات عليها ضعيفه. كلنا بنستريح في لون الخضار بتاع الزرع، كلنا بنستريح في اللون الازرق. فبالتالي الالوان ديت بتبقى الوان شويه مضمونه، ان انا لو قاعد مع عميل بنتناقش في موضوع ما بيحسسني فعلا ان هو مستريح وانا قاعد مستريح. في حد بيسأل عن تنسيق الألوان. تنسيق الألوان انفينيتي، ملهوش نهاية، لأن أنت بتتكلم أنت في حوالي 5 مليون لون. فكرة تنسيق الألوان، أنت لو لعبت على البيزكس بتاعت عجلة الألوان وابتديت تاخد أنت درجات ألوان مبتكرة وحطيتهم جنب بعض. خليني أطلع لكم صورة. بص هنا مثلا ده غرفة اجتماعات في شركة. لو خدت بالك ان اي حد هيتفرج على التصميم دوت، انت لو مجتمع مع عملاء مش هيحس بتوتر. هنا عنصر اللون اللي دخل في اللوحات، لكن اللون البيج وعلاقته بالبنيات مش هيخلي العميل بتاعك قاعد متوتر. ليه بقى؟ لان هو لو مش مستريح في لون احمر انا ما عنديش احمر، لو مش مستريح في لون اخضر فانا ما عنديش اخضر، لو مش مستريح في الاخر اللون البيج واللون البني. مش معنى ذلك ان كل المكاتب وكل الشركات لازم تتعمل بيج وبني، ولكن شطارتي ان انا العب في لون شويه حيادي، ان اكتر عدد ممكن من العملاء لما يدخلوا لي احس ان انا مستريح وانا قاعد بتكلم في الميتينجز. لان الراحه النفسيه في الحاله، احنا اتفقنا من البدايه ان الديكور هو حاله، فانا ازاي اوصل العميل للحاله بتاعتي، ازاي اخده في مساحتي.
المساحه بتاعتي انا اللي هو الديلينج بتاعي، والمساحه بتاعت الديكور ازاي العميل الكاستمر بتاعي ان هو انا قاعد داخل في المساحه بتاعتي. خلينا نشوف حاجه تانية. لو خدتوا بالكم في التصميم دوت انت بتلعب هنا على درجات الوان من الابيض والرمادي والاسود، ودخلت بتاتش احمر واحد عشان العين تبقى مستريحه، وكسرنا اللون دوت. هنا لو خدنا بالنا في موضوع النسب اللي بنتكلم فيه، علاقه البنوه بالتلفزيون بالابليك بالقعده، ده نيو كلاسيك بصبغه مودرن او مودرن بصبغه نيو كلاسيك. الخلط ما بين المدارس، واحنا هنتكلم عن مدارس التصميم المفروض كنا نتكلم عليها في الاول، بس الالوان خدت مننا وقت كبير. هنا بتكلم على مدرسه تصميم، خلط ما بين مدرستين هو النيو كلاسيك والمودرن، وازاي اكون مراعي النسب ما بين ارتفاع السقف، علاقه الحيطان، علاقه الارض، استخدام الالوان كابيض واسود واحمر ودرجات الجريهات، وفي نفس الوقت بنتكلم في النسب ان انا قطع الفرنتشر جزء لا يتجزأ من الديكور، وان انا لاعب في المكان بشكل كبير جدا. ده زاوية تانية من التصميم. هنا ده بيجاوب على سؤال تنسيق الألوان. هل الألوان لها قواعد؟ آه، لها قواعد أساسية، ولكن لها خيال، لأن لو ما تواجدش الخيال عند الديزاينرز في اللعب بطرق الألوان المختلفة، مش هنوصل لنتائج جديدة. هتلاقي إن كل الديزاينرز بتصمم وتحط ألوان زي بعض، لكن أنت ادرس علم الالوان بالبيزكس بتاعتها، زي ما احنا اتكلمنا عجله الالوان، الالوان السخنه، الالوان البارده، درجاتها، المونوكروماتيك، تنسيق الالوان، كل ده. كل ما اتفرج على تصميمات اكتر وعلى ديزاينرز اكتر، واقول اهم حاجه كل ما اتفرج على تصميم لديزاينر تاني او صوره لشخص تاني او مكان جميل، لازم اعمل تحليل، لازم دماغي يشتغل ان انا اعمل تحليل عشان اغذي البرسبشن بتاعي. انا هنا مفيش حاجه اسمها فكره طالعه من الفراغ، مفيش حاجه اسمها، لازم الفكره وليده فكره تانية انا اتفرجت عليها. فانا بحط في دماغي ورا بيرسبشنز كتيره، معلومات معلومات معلومات، صور ودرجات الوان وحاجات كده، ببتدي اوجد لنفسي درجات جديده، ابتدي اوجد لنفسي علاقات جديده ومستريحه وجريئه. هو ده الجراءه في علم التصميم. انا مطلوب مني ان انا اشتغل على البيزكس، وفي نفس الوقت اتعلمه وارجع اشتغل على درجات جديده. بالنسبة للألوان، في كل فراغ في أفضليات للألوان، بمعنى زي ما احنا اتكلمنا ونوهنا عندها، هنتكلم في تفصيل. أنا عندي ألوان سخنة وألوان باردة وألوان محايدة. لا، غرف النوم ليها ألوان نفضل إن احنا نستخدمها بتساعد على الاسترخاء. ممكن أزرقات، لبني، درجات من أخضر، البيجات مريحة جدا، شوية رماديات. ليه بقى؟ لأن أنا لازم أحس في غرفة النوم بالهدوء عشان أعرف أنام. الريسبشن جزء منه يخص شخصي، ذوق أنا كصاحب البيت، وجزء منه يخص الضيوف اللي بيجولي، فبالتالي لازم أتحرك في الريسبشن في الميكس ما بين الحاجتين دول، إن أنا حاطط ذوقي وطبيعة شخصيتي، وفي نفس الوقت ضيوفي ما بيبقوش قاعدين متضايقين. الالوان السخنه لما بتكتر بتحسس الانسان بعد فتره بالتوتر. لو انا قاعد في فراغ كله احمر،
انا احمر جميل، بس بعد 30 ثانيه الموضوع ابتدى يضايقني. ليه بقى؟ لان ذهني ابتدى يشتغل وحاله النشاطيه بتاعتي زياده عن اللزوم. علم الالوان بيستخدم في المستشفيات وفي العلاج، ان انت فلو مستشفى مثلا لا قدر الله السرطان وده، لازم احسس الناس بالبهجه والسرور. في حاجه كمان في علم الالوان وعلم الفن الارت وورك، وده برضه هنتكلم فيه في علم الطاقه، ان انا ما ينفعش احط حاجات حزينه في اللوحات والوان حزينه. انت ممكن لو حطيت لوحه فيها شكل خريفي وفضلت تتفرج عليه 30 ثانيه او دقيقه، هتلاقي نفسك الليفل بتاعك هبط، هتلاقي نفسك ان انت حسيت ان انت خريف، في حاله سكون. فانت لو قاعد في مكان عايز تحس فيه بنشاط، وان انت قاعد مع اصحابك وقاعد بتتكلم، فانت حاسس بالهدوء، حاسس ان انت هبطت. طب ده راجع ليه؟ راجع لان في لوحه كبيره انت تعمقت جواها، فصحيت عندك ذكريات، او صحيت حاله من الحاله اللي انت مش عايزها دلوقتي. الالوان هي برضو حاله، انا بطلعك من حاله وادخلك في حاله تانية، بطلعك من فراغ واحطك في فراغ تاني. الانسان ملول، فانا لو انا كررت الالوان في كل البيت، فانت بتطلع من مكان لمكان لمكان لمكان، شايف نفس اللون انت حاسس بالملل. التنوع حلو، بس التنوع الوظيفي. غرف الاطفال مثلا وولادي او الولاد والبنات، تحس ان البنات مثلا بتحب البينك لان هم بتحسسهم هم مبسوطين اكتر، الولاد بيحبوا الازرق والاخضر بحسسهم انهم مبسوطين اكتر. لو انا استخدمت للاولاد في الاوض بتاعت منهم الوان برضو ناريه عشان تفرحهم، ده هيخليهم هيزودوا ان هم يحسوا ان هم هايبر بزياده، فهيحسسهم ان هم مش مبسوط. بعد فتره هم عمالين يتنطط بس مش مبسوط لانه عايز ينام مش عارف ينام. التكنولوجيا كمان لما بتزيد هي بتغذي العين بمجال مغناطيسي، بتخلينا برضو مش عارفين، كلها ده إضاءة، مش عارفين نستريح وننام. علاقة التكنولوجيا في البيت لازم تدرس. خلط الإضاءة ما بين أبيض وأصفر، في الآخر إمتى أستخدم أبيض وإمتى أستخدم أصفر؟ زي ما قلنا الأبيض في الأماكن العامة والكوميرشال والمكاتب، الأصفر بدرجاته لأن ليه درجات كتيرة جدا في البيوت وفي المطاعم. ده على حسب احتياجي في التصميم، انا في الاخر انا محتاج ده ولا ده. الابيض كمان بيخلي اللون بتاع القماش او بتاع القطعه او بتاع قطعه الانتيك ظهر بشكلها الطبيعي. الاصفر بيغير من طبيعه اللون لان امتصاص شده الاضاءه بتغير من طبيعه اللون. ولكن في المتاحف بيستخدموا الاصفر، ما بيستخدمش الابيض، لان هو عايز الاصفر الابيض مش كل الناس بتعرف تستريح فيه. فبالتالي الاصفر او الورم درجه معينه في المتاحف بتخلي القطعه الاثريه حاسه بالعمق وعبق التاريخ. مش ان ظاهر قوي، انا مش عايزها فاتحه فتلاقي الاضاءه خافته عشان يحسسك بالعمق والتاريخ، فهو برضه بياخدك في حاله للماضي. علاقة الألوان بالفرش إحنا اتكلمنا عليها، ده علاقة مهمة جدا. إن أنا يفضل إن الحيطان تكون شوية ألوان حيادية عشان أعرف أستخدم قطع الفرش ألوان من الألوان اللي أنا بحبها. نرجع للأول تاني ونرجع نتكلم عن مدارس التصميم. مدارس التصميم إحنا محتاجين نقرأ فيها كتير، ومحتاجين كل واحد يمسك كل مدرسة تصميمية من اللي كنتوا بتدرسوها، الكلاسيك وأنواعه، المودرن وأنواعه، وإمتى طلع المودرن. الكلاسيك هو كل بلد ليها مدرسة، وكل فنان طلع بمدرسة تصميمية تخصه. يعني أنت هتلاقي في إنجلترا طالعة بمدارس كلاسيكية خاصة بيها وبالموتيفات بتاعتها. يعني إيه مدرسة أصلاً تصميمية؟ المدرسة التصميمية هو بيجي فنان يطلع بالثورة في علم التصميم، ويوجد تصميمات غريبة، تبتدي يحصل له ناس تعجب بالتصميمات دي، تبتدي تقلده وتبتكر وتبتدي تعدل عليه وتحسن منه، فيبتدي يبقى نهج لمئات السنين أو لبلد. زي مثلا التشاينيز ليهم مدرسة تصميمية، الإنجليز ليهم مدرسة تصميمية، الفرنسيين ليهم مدرسة تصميمية، وكل بلد من دول جواها مدرسة تصميمية الأصل فيها العمارة.
يعني دايما العماره هي القائده في قصه المدرسه التصميميه، ومكمل ليها الديكور، والفرش الثالث بتاعهم بيكملهم، لان هم الثلاثه جزء لا يتجزأ من بعض. فاحنا المدارس التصميميه الكلاسيك، وده لفظ عام شويه لاكثر من مدرسه، فرنساوي، روكوكو، انجليزي، الامريكان ستايل، ده محتاج تفاصيل كتيره جدا ان هو تعرف كل مدرسه تصميميه عن ايه. المدارس الحديثه ظهرت في الثوره الصناعيه، المدارس المودرن لما ما عرفوش، كانوا المدارس الكلاسيك بتاخد وقت كبير جدا في التصنيع والتفصيل والمعابد والقصور، كانت بتاخد سنين عشان تتعمل، فقالوا نخفف دوت، واحنا عايزين نوجد حاله او نوجد طريقه ان احنا ننتج فرش وننتج ديكور بطريقه شكلها اسرع. فمن هنا طلعت المودرن. طلع بقى من المودرن مدارس كتيره جدا على حسب الفنانين والانتهاج اللي ابدا. في العصر الحديث بتاعنا اخر 10 سنين او اخر 15 سنه طلعت مدارس خدت المدارس الكلاسيكيه وجمالها والعناصر بتاعتها، وابتدت تخفض من خطوطها وتخفض من طريقتها في الرسم، وتوجد مدارس جديده زي النيو كلاسيك وزي الكونتمبري. وابتدينا في اخر 3 4 سنين ابتدى يحصل مزج كمان ما بين النيو كلاسيك والكونتمبري والمودرن، زي ما شفنا في الفراغ اللي فيه اسود وابيض واحمر. في اسئله تانيه؟ إيه هو الناس بتسأل حضرتك لو ممكن ترشيح لكتب ألوان، يعني بتتكلم عن الألوان. كان في ناس بتسأل تقول إيه الفرق بين الإضاءة البيضاء والصفراء، إحنا جاوبنا على السؤال ده تقريبا ولا؟ وإزاي حد بيسأل عن كيفية توزيع الإضاءة؟ ماشي، كيفية توزيع الإضاءة؟ واحنا قلنا علاقة الألوان بالأساس اتكلمنا عليها. اتكلمنا عليها. ازاي اقدر اجيب نفس درجة اللون يعني اللي انا عاملها في الديزاين اعرف اجيبها ازاي على الحقيقة؟ ماشي، ممكن اكتفي بدول دلوقتي حاليا يعني. طيب، موضوع ازاي اجيب درجة اللون اللي انا راسم بيها على الحقيقة. انا المفروض ابتدي بالعكس، انا المفروض يكون عندي كارتلات الالوان بتاعه الشركات، وان انا عارفهم كويس جدا، واختار منهم احط في التصميم. ونسبه الخطا هنا مش خطا، هو تغير. انت لو اتفرجت على التصميم بتاعك على الموبايل، او اتفرجت عليه على اللابتوب، واتفرجت عليه على البي سي، الثلاثه هيدوك درجه الوان مختلفه. ليه بقى؟ لان في الاخر هو ديجيتال، ما بيبقاش الدرجه دي حقيقيه. انا بقرب للعميل او بقرب في التصميم لدرجه اللون اللي في خيالي اللي انا شايف انها متناسبه، لكن مش هي دي الحقيقيه اللي ينفع تطلع 100%، مستحيل تطلع 100%. فالفيصل في دوت ان انا اعمل درجه اللون، لان انا لما هروح اتفرج في المحل بتاع الدهانات على درجات الالوان، درجه اللون بعد ما اخدها واحطها في البيت هتختلف 4%، 5%، 7%، على حسب توزيع الاضاءه وعلى حسب المكان واتجاه المكان. لو هو في الشمال ولا شرق ولا جنوب ولا غرب، نسبه الاضاءه الخارجيه الطبيعيه بتعمل اختلاف برضو من زاويه انكسار الاضاءه على اللون. يعني انا لو مواجه للشرق على طول هتلاقي درجه اللون عندي مختلفه تماما عن ان انا في الشمال والاضاءه داخله لي بزاويه. فانا بالتالي عشان احقق دوت، انا بقرب في التصميم لاقرب درجه لون، وبروح للشركة اللي أنا هختار منها الدهانات، لأن أنت ممكن نفس درجة اللون دي مختلفة من جي إل سي على سكيب على يوتن، فأنا بختار أقرب درجة لون متناسبة معايا في التصميم. درجات الجريج هتلاقي كل شركة لها درجة مختلفة. توزيع الإضاءة مهم جدا، إن أنا بعد ما برسم الفرش وأحط الكتل ببتدي أشوف كل فراغ انا عايز انوره ازاي. هل انا النور عندي ان انا انور الفراغ بشكل عام علشان هو في نشاط، ولا انا عايز انور حاجه معينه زي ما اتفرجنا من شويه على التمثال وعلى اللوحه؟ في عندي
انواع الاضاءه، عندي اضاءه طبيعيه ودي اللي جايه من الشمس من بره، عندي الاضاءه الصناعيه، وعندي الاضاءه الصناعيه بقى انواع، عندي اباليك، عندي سبوت لايت، عندي اندايركت لايت، عندي اب لايت، عندي نجف. كل نوع من انواع الاضاءه ديت ليها طريقه في الاستخدام، انا عاوز منها ايه. في ناس لو انت بتصمم كونتابري ولا كلاسيك وعايز تحط نجفه كلاسيك، فانت فيها كريستال، فالكريستال بيزود درجه الاضاءه وانعكاس الاضاءه، فانا بالتالي بحصل على حاجتين، بحصل على قطعه شكلها حلو قوي، وبحصل على اضاءه كافيه للمكان على حسب احتياجي. يفضل في الاماكن اللي فيها اللافنج او فيها راحه ما يبقاش الاضاءه في عينيا، ما احسش ان انا قاعد والاضاءه ضاربه في عينيا لدرجه ان انا الموضوع مضايقني. فاذا برضو كل مساحه في البيت التوظيف الاضائي بتاعها مهم جدا، ان مثلا في غرف النوم ما تبقاش الاضاءه قويه جدا او شدتها، في الليفنج روم يفضل ان انا يكون عندي اكتر من مستوى من اضاءه على حسب استخدامي ساعتها في وقت الليفنج روم. لو العيله قاعده بتتكلم وعندهم موضوع بيتكلموا فيه، الاضاءه في المكان هنا ممكن اعملها على اكتر من خط كهرباء او اكتر من مفتاح، بحيث ان انا عايز شده الاضاءه انور كميه اكبر، عايز اضاءه اقل شويه اقل، بتفرج على موفي وعايز الموضوع هادي اكتر، ممكن يبقى عندي ان دايركت لايت. ودلوقتي في عشان ال اي دي خلى عندنا ابداع في البروفايل، ان انا الاضاءه اقدر اعمل فيها لينير في السقف بطرق مختلفه جدا وطريقه طرق كتيره جدا. في فرق كمان، وده ما كنت عايز اتكلم فيه في الاول ونسينا، في فرق ما بين الديكور والتشطيب. في شركات تشطيب كتيره جدا بتشتغل ستاندرد، بتشتغل حافظه شويه افكار شويه معلومات وبتروح ده. المهندس الديكور هو مهندس مبدع، لازم يكون عنده شكل جمالي ووظيفه وعلاج لفراغ وحل مشاكل، لان انت العميل بيقول لك، العميل بيجي لك بشويه مشاكل من الاحتياجات وعنده 10 15 طلب والفراغ عندك مش قادر يستحمل الطلبات دي كلها، او ان الفراغ فيه اوريدي سواء فيلا او شقه فيها شويه علاقات مش حلوه معماريه فانت عايز تعالجها. هو ده الديكور، هو ده الابداع، ان انت لازم تفكر ولازم تحل مشاكل العميل عشان توصل معاه لاكتر حاله مريحه جدا ان هو يعيش في المكان وهو مستريح. لكن ان انا لو قلت له ايه طلبات حضرتك وخدنا انا عايز هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا وهنا كذا وخدت نفذت اللي هو بيقول عليه، انت كده بتاع تشطيب، انت كده شطبت له المكان، لكن ما وصلتش لمرحله الابداع. انا لازم اتفرج كتير، لازم احلل صور كتير، الديزاينرز دول قصدهم ايه في الالوان، قصدهم ايه في الاضاءه، هو نور دي ليه بالطريقه الفلانيه ديت، هو ليه فكر في دي بالمساحه ديت، هو ليه عمل دي كذا، واقعد ابتدي استنتج واحلل كل صوره تقع تحت ايدي واتفرج كتير جدا جدا جدا. هو عايز يقول ايه في الفراغ دوت، هو عايز يقول ايه من المعلومه ديت، هو رساله، هو عايز يوجهني لايه. على فكره التصميم ليه اتجاه، انا ممكن اوصل العميل عندي او الناس اللي بتتفرج معايا ان انا عايز اخليك تتفرج وانت داخل البيت او انت داخل المطعم او انت داخل الكافيه او انت داخل المحل، عينيك تتوجه زي ما تبقاش ماشيه يمين وشمال ويمين وشمال، بتتفرج فوق وتحت يمين وشمال. انا ممكن في علم التصميم بتاعي وفي علم الديكور اوصلك لمرحله ان انا بتخليك تبتدي بنقطه وتنتهي بنقطه انا عايزك تتفرج عليها ازاي. ده راجع لاحساس اللاين بتاعك، هو مش مسار حركه، هو مسار وهمي، علاقات وهمية أنا ببنيها ما بين الكتل والفراغ، فبنقل عينيك من فراغ لفراغ ووصل من آخر النقطة دي للنقطة دي ببراعة التصميم إزاي. لو أنا وصلت للحالة دي، خليني هجيب لكم صورة
ده هنا تصميم اللي كان بيسأل على المكاتب والألوان، ده تصميم لغرفة مكتب في شركة. مش شرط احنا مستخدمين ألوان الناس اللي هيستخدموا المكتب ده حابين فيها ببساطة، وفي نفس الوقت حسسه الطوب بالفخامة، وانه قاعد يشتغل في مكان هو حابب يشتغل فيه بالطريقة الفلانية ديت، هو حابب المكان اللي هو بيشتغل فيه. لو خدت بالك احنا مستخدمين هنا درجة من درجات اللبن الفاتح قوي، اللون الازرق ما عليهوش حد مختلف فيه ان هو درجة مريحة. وهشرح برضه في المحاضرة الجاية في علم الطاقة ليه احنا بنحب البحر واللون الازرق، وليه هو بيحسسنا بالراحة لما نتكلم في علم الطاقة، وازاي نعمل تصميم بمعلومات عن الطاقة. ده مهم جدا، وممكن تجهزوا لنا شوية أسئلة وشوية مواضيع وتبعتها لنا ونبتدي نتكلم فيها ونحضرها ليكم. دي صورة أوضح لقيتها دلوقتي للمكتب هنا نشرح بيها موضوع الوزن والألوان. ده المكتب هنا، ما فيش حد هيختلف إن الدرجات مريحة، وما فيش حد دخل المكان لغير لما حس إن الدرجات مريحة. هنا نتكلم فيها، أنا فتحتها علشان الإضاءة. مش شرط إن كل لوحة يكون السبوت لايت في النص، ومش شرط يكون ان السبوت لايت متقسمه او الاضاءه متقسمه بشكل متوالي 80 سم او متر، ومش شرط ان انا يكون عندي كل سبوت لايت او كل نجف. لو خدنا بالنا على اليمين انا عندي دلايه ونجف استخدمتها مع الكور الازاز ديت، ان انا اوجدت انعكاس الاضاءه على الحيطه ان هو الحيطه بقت فيها اشكال. يعني بدل ما اعمل سبونش او ورق حائط او الكلام ده، الحيطه مساحه، فانا انعكاس النور ودرجه الاضاءه من فوق شدتها قويه ونزلت عملت انعكاسات على الحيطه، انا حققت بيها فكره تانيه. درجه الاضاءه اللي نازله على وش التمثال حققت بيها فكره تالته. ان الحصان هنا اللوحه ديت ان السبوت منور عين الحصان، فمخلي ان الحصان بقى ليه اتجاه، مخليه انت حاسس ان الحصان شويه بيتحرك، ودرجه النور السبوت اللي جاي من الناحيه التانيه ادى احساس اكتر بالعمق. فده توزيع الاضاءه راجع لخيالك. عندك بيزكس اللي هو شده اضاءه المكان، انا عايز المينيمم علشان المكان يكون مريح ويكون انا عارف استخدمه. طيب، وابتدي اوظف بعد كده الموتيفات والإضاءة بخيالي من البداية. لازم أتخيل كل كتلة أنا عايز فيها إيه. في ناس مثلا بتقوم جاية على البلان وابتدت ترص السبوت لايت، فأنت لما رصيت السبوت لايت أنت ما عملتش علاقات، كل سبوت لايت هينور إيه؟ إيه المساحة اللي تحتيه؟ فأنا دلوقتي عندي هنا لوحة، عندي هنا نجفة، عندي هنا دلاية، عندي هنا كنبة، عندي هنا تلفزيون مش محتاج ان انا احط فيه سبوت لايت. فبالتالي الاضاءة هنا انا عايز انور بيها ايه؟ فانا اخلي خيالي وانا برسم وبعمل سكتش. وبالمناسبة يا جماعة، في نقطة مهمة جدا في البدايات علشان ابقى مهندس ديكور بارع. لازم اتعلم الاول تنفيذ، لازم اروح انزل مواقع اشوف الخامات والماتيريالز واحتك بيها والمسها واتفرج عليها واشوفها بتتنفذ ازاي. ده هيوسع عندي الخيال. في ناس اول ما تدخل تبتدي تتعلم تدخل تتعلم برامج، البرامج هي عامله زي القلم، هي اداه انا برسم بيها،
بس القلم لازم لها غنى عنه، ان انا امسك ارسم سكتش الاول بخيالي، انا هنا دي الكنبه مش لازم تكون فول ديتيلز، بس في الاخر كتله، طب انا عايز هنا خط نور عشان ينور لي هنا زرعيه، او ينور لي هنا تمثال، او انا قاعد هنا وورايا كشاف علشان انا بحب ده ركن القرايه، لازم اتخيل وارسم بايدي الاول السكتش، اللوحه في الاخر انا عايز شكلها ازاي والوظيفه بتاعتها عامله ازاي، لان انا لازم اعمل شكل جمالي، ولازم كل جزء منه لازم يكون له وظيفه، السبوت اللي على الحصان ده ليه وظيفه، هو بينور لي الفراغ وفي نفس الوقت بيديني احساس بالحصان، الدلايه اللي فيها كور الازاز دي ليها وظيفه وشكل، هي شكلها جميل على الحيطه وفي نفس الوقت محققه لي وظيفه انها عامله لي الشكل الجمالي والوظيفه بتاعتها منوره، وخلت انعكاس النور على الحيطه عمل ريفليكشن شكله جميل. ده جزء تاني من الاوفيس سبيسز المودرن، لو خدنا بالنا ان في لو خدنا بالنا ان في خط ابيض فوق المكتب، ده اضاءه زي اللي فوقيه دلوقتي مركزه على المكتب، فبالتالي بتحقق لي ان انا لو عايز اركز في المكان واركز وانا قاعد بشتغل ان انا اكون مركز. في نقطه كمان في علم التصميم احنا دارسين وانتوا كمان دارسين، هو علم التشريح وليه المقاسات، واللي هو علم راحه الانسان اللي هو الارجنومكس، احنا ده لازم نذاكره وندرسه كويس جدا، وفي كتاب اسمه تايم سيفر ده لازم يكون مقتنين. انا ليه كل مقاس ليه بقف 45 سم على الليفنج، ليه كرسي المكتب ليه ارتفاع ترابيزه السفره 78 سم، انا لازم احفظ المقاسات دي وانا بصمم، لان دي بتعمل لي علاقات بتخليني وانا بصمم انا فاهم برسم ايه والمقاس عامل ازاي، فيخليني يرجعني تاني لموضوع النسب، ان انا نسبي تبقى صح، ارتفاع اليد الكوع بتاعي وانا قاعد احطه على يد الكرسي او الكنبه المفروض ان هو من 18 ل 25 سنتي، فانا على حسب الموديل والشيب بقى 18 بقى 19 بقى 20، هل ده الزامي؟ لا مش الزامي، ده راحه، لان انا في الاخر الوظيفه بتاعت الكرسي ان انا اكون قاعد مستريح عليه، التصميم ان هو شكله حلو، فانا لو عامل تصميم واو وكرسي ما حصلش ومش عارف اقعد استريح عليه او مش عارف ده، فبقى قطعه لوحدها اكسن بيسز كده محطوطه على جنب شكل جمالي، لكن انا مش عارف استخدمها. فانا علم التشريح مهم جدا ان انا اعرف جسم الانسان وليه، وفي في الشكل المشهور جدا اللي هو الروماني اللي هو الجسم الانسان المفروض وعليه نسب، الفراعنه كانوا بارعين جدا في موضوع النسب والاهرامات، احنا من اكتر الناس اللي حطينا نسب للتصميمات المعماريه والديكوريه. لما نجيب تايم سيفر وممكن تلاقيه على النت تجيبه، تبتدي تعرف مقاسات كل حاجه، لما تكون عارفها وحافظها هتخليك وانت بتحط نسب القطع وانت بترسم عارف تحط الوظيفه والنسب في نفس الوقت. كله اتكلم على القلم الرصاص، ارسم ارسم كتير، ارسم سكتشات كتيره، حط نسب كتيره، هتخلي ايدك تتعود انك تعمل سكتش سريع ويكلم دماغك. فكرة انت لما تحط افكارك على ورق وتبتدي تتفرج عليها تاني هتلاقي نفسك انت بتكلم التصميم، بتقول لا ده هنا احسن، لا ده هنا اكبر، ده عايز يكبر، ده عايز يصغر، الفكره دي هتلاقي نفسك بتشغل دماغك وبتشغل حواسك ان انت الافكار ازاي تنزلها ورقيا. خلينا نشوف في أسئلة تانية. في حد بيسأل لو نورت كل جزء بإضاءة معينة فأنا محتاجة إضاءة عامة للمكان تكون إزاي؟ بص ممكن الأجزاء اللي أنت عايز تنورها بالطريقه الفلانيه ديت ممكن تكون اجماليها هو اناره المكان. يعني مش شرط ان انا يكون عندي اضاءه مين
وبعد كده اضاءتها فرعيه. ولكن وانا بفكر في التصميم دلوقتي، هل انا هحط اندايركت لايت اضاءه خفيه؟ فانا عندي ادي خط نور، هحط سبوتات ادي علاقه ثانيه، هحط نجف ادي علاقه ثالثه، هحط اباليك ادي اربعه. فانا عندي اربع انواع اضاءات دلوقتي عايز اخلط ما بينهم. لو انا حطيت الاربعه في مكان صغير وكتير، بقى عندي اولا الكوست بتاعي عالي جدا، لان انا استخدمت اضاءه مش هستخدمها. هو البراعه في المصمم ان هو يحط كل حاجه في مكانها صح، عشان في الاخر شطارتك ان انت يكون التكلفه بالظبط محطوطه. يعني لو المكان يستحمل 12 سبوت، بس انا مش محتاج 12 سبوت، انا ممكن 8 يكفوني او يكفوا العميل. خلاص الثمانية يكفوني، مش محتاج ان انا احط العشرة او احط ال 12. في حد بيقول عايزين نبذة عن نيو كلاسيك وايه العناصر اللي بتعرف بيها والوانه وخاماته. طيب حاضر. فدلوقتي لو انا عندي اضاءة بلاية او اضاءة جاية على لوحة او اضاءة ابليك، فانا خيالي هنا بيستنتج هل الإضاءة دي كافية ولا لأ؟ وبعد كده بحطها على الرسم وأعمل شوية حسابات. اليومن زيت إن أنا مثلا أحط مثلا هنا سبوت 5 واط. طب شدة الإضاءة بتاعت ال 5 واط دي بتفرش لي منشور مساحته قد إيه؟ أو هحط لينير هيعمل لي تقريبا مساحة قد إيه؟ والفيصل في دوت إن أنا ببقى دايما عامل حسابي بعد ما بحط الإضاءة وأوزعها على الرسم وارفعها على 3 دي وابتدي انسبها، ابتدي اشوف بعد كده وانا بحطها في المكان لو احتجت ان انا ازودها شويه، بيبقى سهل ساعتها ممكن ازود من 5 واط ل 7 واط، او ابتدي ازود وحدات اضاءه ارضيه او احط اباجوره زياده. ده بس في الاخر لازم اسال العميل هو شده الاضاءه اللي بيحبها عامله ازاي، دي مهمه جدا، ابيض او اصفر، ووريله الفروقات. يعني هيكون عندي عينه مثلا اقول له دي بيضه ودي صفرة، ايه رايك؟ يقول لي لا انا مستريح لدي اكتر، انا مستريح الاصفر اوريدي ليه اكتر من ليه اكتر من درجه وشده اضاءه لازم اكون عارف بيها. في حد بيسال برضو ازاي اقدر احدد الإضاءة كافية للمكان؟ أنا شرحتها، بقول لك هي في كل شدة إضاءة واليومنس بتاعتها مع كل سبوت بختاره وكل نجفة بيبقى في تقريبا زي مانوال صغير بيقول لك إن ده بينور مساحة قد إيه. فأنا باخد المينيمم بتاعه وابتدي أشتغل عليه. مدرسة النيو كلاسيك، مدرسة النيو كلاسيك هو تبسيط، معلومة بسيطة، هو تبسيط للكلاسيك مع خلطه بالالوان المودرن والاحساس المودرن. بمعنى ان انا ممكن اجيب كرسي من مدرسه الروكوكو مثلا، وابتدي الحفر والقيمه بتاعته اخفضها 30% 40% 50%، وده راجع لخيالك انا عايز اعمل فيه ايه. وتلاقي مثلا دهنته اسود، دهنته احمر، استخدمت فيه لون صاخب، او استخدمت فيه لون مش معتاد على الكلاسيك البني والفضي والذهبي. هو ده النيو كلاسيك، تبسيط والخلط ما بين الكلاسيك والمودرن، بس الكلاسيك كعنصر زخرفي هو الاكثر. ده ظهر في خليني اوريها لكم. شايفين الكرسي الابيض اللي على اليمين دوت ودهانه فضي صريح، ده نيو كلاسيك. الكنبه ديت هي الشيب بتاعها ورقبه الجمل واليد، ولو بصينا على الرجل هنا هتلاقي الرجل ديت لوكانز ومدهونه اسود، اسود بيلمع، ده نيو كلاسيك. ده الاتجاه بتاع النيو كلاسيك، ان انا ابص على المساحات ديت لو انا لقيت صور ديت عشان اعرف افرق منهم بالخبره. الموضوع راجع ان انت تتفرج كتير، افتح الاونلاين واكتب مدارس النيو كلاسيك.
فانت هتلاقي ظهر لك شويه صور بينترست عليه صور كتيره جدا، ابتدي اتفرج واشوف علاقات الربط ما بين الصور ديت والاختلافات. لما اتفرج عليها ما بين علاقات الربط والاختلافات ابتدي لما اشوف صوره غريبه اعرف، ابتدي افهم ودماغي تبتدي تترجم هو ده نيو كلاسيك ولا كلاسيك ولا كونتمبري. اللي بيقول ان هو عايز كتب، انا شايف دلوقتي انت الاونلاين عليه كل المعلومات، فانت اي لو كتبت ستايلز مدارس الديكور هتظهر لك، وهيظهر لك فيها كتب او هيظهر لك فيها مقالات، وده احسن من الكتب، ان انت هتلاقي حد مختصر المدارس التصميميه كل ده في صفحتين او ثلاثه وصور كتير. انت محتاج تقرا وتتفرج كتير، لان لما تتفرج كتير العقل بتاعك بيبتدي يخزن الصور ديت، ده بيساعدك في التصميم، ده تعمل ميكس ما بين الصور اللي انت بتتفرج عليها دي، لان الفكره وليده لحظه. انا بستحضر افكاري على التصميم دوت وليد لحظه، وليد الفراغ، ان انا تخيلت المكان بالشكل الفلاني. في حد عايز الكونتمبري؟ بص الكونتمبري هو تبسيط كمان للنيو كلاسيك، واشهر شركه هي سباقه في العالم كله للكونتمبري كاريكول. لو كتبت كاريكول هم فعلا وجونسون تشارلز هم اشهر شركتين. انا مش للاسف مش محضر الصور للكونتمبري والمدارس التصميميه، بس انا ممكن ابعت على الصفحه. الكونتمبري بيلعب شويه على الالوان الشامبين، العناصر الزخرفيه بتاعه الكونتمبري ابسط كمان من نيو كلاسيك. بيلعب على لو في يد خشب او ظهر في بانو صغير قوي خشب، البساطه والالوان والفخامه. وبيخلط كمان في الكونتمبري غير النيو كلاسيك في المعادن، لان هو خلط ما بين ماتيريالز كتيره، عشان كده هو محبوب جدا في العالم كله. يعني هتلاقي في الكونتمبري نحاس، ازاز، ذهب، ايبوكسي، خشب، درجات الوان، درجات اقمشه كتير. التنوع في الخامه هو اللي خلى الكونتمبري غني، خلاه محبوب اكتر، لانه لقى استحواذ مساحه كبيره من الماركت في العالم، لان كل واحد بيلاقي جزء من ذوقه جواه. فبتلاقي ترابيزه عجبتك مع رخام. النيو كلاسيك شويه محافظ شويه على الكلاسيك، بس هو بسطه في شكل المودرن. الكونتمبري هو خلط ما بين خامات كتيره جدا، هتلاقي القشره والماركتري موجود في الكونتمبري، بس التوظيف يخليك فعلا حاسس ان هو مش كلاسيك. ماركتري في القشره، بس المسميات دي ممكن تدور عليها، مش محضر انا صور ليها عشان تشوفوها، بس هتلاقيها موجوده معاك. فانت برضه لو كتبت كونتمبري هيظهر لك مجموعه صور، او اكتبه كاريكول او جونسون تشارلز هتلاقي اشهر مدرسه اللي سباقه في العالم كله في تصميم الكونتمبري. ايكو كمان، مايكل اميني، دول فعلا سباقين في الكونتمبري. الاضاءه الصفراء مريحه اكتر من البيضه، ولا ده بيبقى على حسب تفضيل الشخص نفسه؟ انا قلت ان ده، انا جاوبت على السؤال ده بس هنقوله تاني. الاضاءه الصفراء بتحسسك بالكول، بتحسسك بالهدوء، بتحسسك بالدفء. في يا جماعه خامات بارده وخامات دافيه. احنا قلنا ان احنا في الديكور بنلعب على الحاله والاحساس. انا بوصلك لاني حاله واني احساس. انا ما بفضلش مثلا بورسلين ورخام في غرف النوم، ليه؟ لان هما خامه بارده. لما انت بتبص على الرخام بتحس بالساعه، احساسك ان هو خامه ساعه. لو بصيت على ارضيه باركيه هتحس ان هو دافي، هتحس ان انت رجعت البيت حاسس ان البيت حمك. الخامه بتحضنك، الخامه بتحسسك بالحضن الدافي، ان انت رخام ساعه. عشان كده بنحط عليه شويه سجاد، خامه دافيه وجميله. لو انت نازل من على السرير وبتدوس على بورسلين او بتدوس على سيراميك او بتدوس على رخام هتحس ان انت سقعان،
على الرغم ممكن يكون الجو حلو، لو بتدوس على الخشب هتحس ان انت دافي. عشان كده الخامه لما بنتعرف على الخامات برضو فيها الاحساس ان انا ايه اللي بيحصلك لحاله الدفء وايه اللي بيحصلك لحاله الساعه. الاضاءه البيضاء بتحسسك بالتلج، هو احساس في الاخر، فانت بتخلي اللون شويه زاع ليه بريق، فانت الاحمر يزود بريقه، الاخضر يزود بريقه، فانت بنسبه كبيره بتضايق الناس، بنسبه كبيره مش مفضله في الاماكن اللي هي المكاتب الشخصيه او البيوت او المطاعم، لكن في الاماكن اللي بتاعت المولات عشان المساحات ضخمه لازم اكون النشاط كمان محسسك ان الموضوع نشيط، فانا بستخدم الاضاءه البيضاء. نرجع برضو نقول ان ده بنسبه صغيره، في بعض العملاء او صاحب المكان ما بيحبش، وانا اتعرضت لده مرتين، ان عندي عميله بتكره الاضاءه الصفراء وعايزه البيت كله اضاءه بيضاء، ما تقدرش تقول لها لا، انت بتعرض عليها وتقول لها الفروقات، بس بتقول لك انا ما بستحملش الاضاءه الصفراء. انا لشخصي انا ما بستعملش الاضاءه البيضاء، يعني انا لو قاعد في مكان اضاءته بيضاء مش هعرف اتكلم، مش هعرف اشتغل. فبالتالي برضو راجع لذوق الشخص وذوق صاحب المكان، فانا لازم اكون بجمع معلومات كافيه عن ذوق العميل اللي قدامي اللي انا بعمل له ديكور، لازم اساله اخده في مساحات كتيره وفي مواضيع كتيره، واعرض عليه صور كتيره، واعرض عليه خامات والفروقات ما بين الخامات، علشان في الاخر انا بنصح مثلا كل العملاء عندي ان الارضيات بتاعت غرف النوم تتعمل اتش دي اف تتعمل باركيه. انا ما بحبش الرخامه وما بحبش البورسلين، لان هو فعلا الاوضه بتاعت النوم لازم تحضنك، لازم تدخل تحس ان انت قاعد في هدوء، كل خامه فيها حاسس بهدوء، حاسس بالجمال، نوع القماش ولون القماش والتيكتشرز بتاعته بيحسسك بده، ان انت الكتان بيحسسك شويه شبابي والدنيا ظريفه والكلام ده، القطيفه بتحسسك انها خامه دافيه، فانت عشان كده نسبه مبيعات القطيفه وتصميمات القماش القطيفه عاليه جدا في العالم كله، لان الخامه بتحسسك بالدفء. فالحرير بتحسسك بالخوف، يعني انت الصالون اول ما تشوفه حرير انت مش عايز تقعد عليه. خامه غاليه بتحسسك بالتوتر، لا اصل بس فخامه فتنفع صالونات، ما ينفعش تنفع ليفنج. يبقى اذا نوعيات الخامات كمان اللي انا بتعرض ليها لازم برضو اعرف كل خامه واحسها. بعد اذن حضرتك، هل انا بلتزم بالكود المصري في توضيع شده الاضاءه بتاعي على السلطات؟ لا، ما فيش كود مصري في توزيع السلطات، ده راجع لخيالك وفكرك وتوظيفك وانا عاوز اعمل ايه. انسب اوبشن للمساحات الصغيره من حيث اللون والديكور. في معلومة مغلوطة في موضوع إن اللون الغامق بيصغر، لا لا، اللون على حسب توظيفه. لو أنت حطيت مربع لونه غامق جوه مستطيل لونه فاتح، هتحس إن المربع دوت بقى ليه عمق بعيد. ولو عندك مستطيل أو مربع لونه فاتح وحطيت جواه مربع فاتح، هتحس إن المربع ده قرب منك. فكرة إن اللون الغامق بيصغر المكان، المعلومة دي أنا مش معترف بيها. الفكرة كلها أنت بتوظف اللون إزاي وتحط الفرنتشر بتاعك بتوزيع ألوانه إزاي. في نقطة كمان، أنا اتكلمت كتير في موضوع الحضن، الحيطة والسقف والأرضية لازم أحس في الآخر إن هم حاضنين الفرنتشر، يعني إن مش شايف إن أنا الفرش والسقف والحيطه كل واحد في وادي، كل واحد بعيد عن بعضه في التصميم. نسبهم لما تكون صح والوانهم منسجمه مع بعض، تحس ان ده الكادر في الاخر، شايف ان هو في بالانس، شايف ان الموضوع شكله جميل مع بعض، عينيك مستريحه، عينيك بتتنقل من نقطه لنقطه لنقطه، من تصميم لفراغ براحه. خليني اشوف في سؤالين كمان. الغرف غير مود. التنوع في المود، انا قلت ان الانسان ملول، في الهارموني ديزاين وفي الكونتراست. انا ممكن لو الفراغات مفتحه على بعض محتاج ان انا انتقل من فراغ لفراغ باريحيه. يعني ايه باريحيه؟
يعني ان انا مش حاسس ان انا يا حصل لي شوك وانا بتنام. وفي حاجه اسمها الاوضاع الوهميه، انا ممكن افصل ما بين الفراغات بوهم، لان على فكره خداع البصر انا في التصميم لازم العب عليه، انا بخدع البصر وبحتوي البصر والبصر بنقله من حاله لحاله، فانا ممكن عندي فراغ وعندي فراغ بس انا عايز ده اعمله تصميم وده تصميم بس الاثنين ماتش مع بعض، فانا ممكن اعمل قطوع مثلا ستانلس او خشب خفيف ترانسبيرنت او ازاز يعمل قطوع وهمي، انا مش فاصل الفراغ بس، او شجره تمثال شكله حلو، لوحه انا ممكن اقسم بلوحه فراغين، بخدع العين في التفاصيل ازاي اتحرك، زي ما انا شرحت لكم على المكتب هنا وقلت لكم ان العين ممكن تبتدي بتصميم في نقطه وتنهي في نقطه، لا انا ممكن اجبر العين اقطعها في مكان عشان انقلها لمكان تاني تتفرج على شكل تاني، ده هيخليني يديني احساس ان العميل بيتنوع في الفراغات، ففي متعه في ان انا عندي هنا تصميم كونتمبري بالوان، وعندي تصميم في نفس الريسبشن كونتمبري تاني بالوان تانيه، بس لازم العين تكون مستريحه. لكن ممكن في اوضه النوم عشان هي فراغ مقفول مساحه تانيه خالص، تصميم تاني خالص، وانا بفضل دوت. شكرا باشمهندس احمد على المحاضره الرائعه، واحنا الوقت كده مننا بسرعه. طيب انا فاضل سؤال، في حد بيقول الكراسي اللي خامتها من القطيفه ورجليها ميتال لونه نحاسي او ذهبي بتبقى تبع طراز ايه؟ بتبقى تبع اي طراز؟ كتير قوي، انت ممكن تبقى مودرن، ممكن تبقى الترا مودرن، ممكن تبقى كونتمبري. بص، هي اللي بيحدد الكلام دوت الشيب بتاع القطعه، الشيب بتاع القطعه هو، وفي ممكن قطعه واحده تبقى تنتمي اكتر من، عشان كده اكتر من ستايل، عشان كده بقول الكونتمبري جمع اكبر عدد ممكن من الماتيريالز والتصميمات ديت، يعني انت ممكن تلاقي جوه الكونتمبري قطعه مودرن والترا مودرن، لو فصلتها من التصميم هتلاقيها مودرن لوحدها، في قطعه هتفصلها من التصميم في الكونتمبري هتلاقي الترا مودرن لوحده، حطيتهم جوه التصميم بقى كونتمبري عشان انا عملت الميكس ما بين المدرسة التصميمية ديت. أنا كده خلاص؟ احنا بنشكر حضرتك جدا على المحاضرة، وان الوقت فعلا عدى بسرعة مع حضرتك. شكرا لكم، وحضروا أسئلة، وإن شاء الله المحاضرة الجاية عن علم الطاقة وعلم التصميم إزاي بقى في التفاصيل دي هنتكلم أكتر، فلو عنده حد أي سؤال بحيث إن أنا أحضره بدل ما أنا بقرا الأسئلة أحضره قبلها. وأحضر النتيجة بتاعتها. شكرا. نجاوب على كل الأسئلة، ويعني بس هو في حد بيطلب لو ممكن حضرتك مثلا المحاضرة الجاية تجهز لنا صور اللي هي اتنفذت بالفعل من اللي حضرتك عرضتها لنا، أو حاجة بحيث إن الناس تطلع عليها تشوف قبل التنفيذ وبعد التنفيذ. حاضر حاضر. بنشكر حضرتك جدا على شكرا المحاضرة. شكرا ليك، شكرا، مع السلامة. شكرا ليك يا شباب. إن شاء الله نشوف حضرتك في لقاءات قادمة. إن شاء الله، شكرا، السلام عليكم. طيب.